طبعا هذا موطن الأوارك وديان الراك في محاي العسير، تجمع طبعا الملاك قدامنا إن شاء الله. نوقفكم على كل معظم الملاك اللي إن شاء الله بتشوفونهم وتسمعون سوالفهم، بتشوفون الوديان الجميلة اللي كلها أراك وكلها ترتع فيها الأوارك. هذه مرات الأوارك. والبلها قادر غالي عندنا ما يزول من قدرنا، تستمد النوق مقدارها من قدرنا، تستمد النوق مقدارها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صباحكم الله بالخير. النور يا الله. حياك. حالكم يا رجال؟ عساكم طيبين. من العايدين. العايدين إن شاء الله. حياكم الله. الله يبيك. يا محمد. كيف خبرك في الناقة؟ أنا أشوف خبرك. صمت الفت انظارها من قيت في نساقها كانها عقد المتحاريه بالوصايب وخمارها. سند الغوار بعراض اخدودي سمحت قبول ما سوقتها الشريط طياه لتجارها. ما جابها غير شيخ من كبار العقل لطب في رعيه ينتق خيارها. من كبار العقل لطب في رعية ينتق خيارها. يشري خيار البكر ويشري يغلى الزبون، وللبخل عادته ما ياخذ اشوارها. والبلها قادر غالي عندنا ما يزول من قدرنا، تستمد النوق مقدارها من قدرنا، تستمد النوق مقدارها. ترهب قلوب الخصوم وتلفت انظارها من قيت في نساقها كانها عقد المتحاريه بالوصايب وخمارها. سند الغوار بعراض اخدودي سمحت قبول ما سوقتها الشريط طياه لتجارها. ما جابها غير شيخ من كبار العقل لطب في رعيه ينتق خيارها. يشري خيار البكر ويشري يغلى.
فوق مقدارها ميراثها النار للعز ورجال الفعل من ذي القدم ذي مفاليها وذي دارها حنا عرب حيث الله ينسلوا من الحاصل اسلوا من العامل ما يضرع اشعارها والحان وقت العناد حان قرع الطبول اضرب على الارض لين الطير اغبارها وقت بذو تجول ترهب قلوب الخصوم وتلفت انظارها ترهب قلوب الخصوم وتلفت انظارها من قية في نساقها كأنها عقد الأول متحارية في الوصايف وفبارها سند الغوار بعراض اخدود سمحت قبول ما سوقتها الشريطية لتجارها ما جابها غير شيخ من كبار العقل لطب في رعية ينتق خيارها يشري خيار البكر ويشري يغلى الزبون وهلي البخل عادته ما ياخذ اشوارها والبله قادر غالي عندنا ما يزول من قدرنا تستمد النوق مقدارها من قدرنا تستمد النوق مقدارها حياكم الله مشاهدينا لازلنا وياكم مع ملاك الابل في محافظة محاي العسير ومع اخونا مالك الابل الوارك علي جابر الحثلي الله يمسيك بالخير يا ابو جابر الله يصبحك برضا والنعيم يا مرحبا بخير ومن العايدين ومن الفائزين ان شاء الله كل عام وانتم طيبين ان شاء الله شفنا ما شاء الله مسيرة المبروكة ما متجهزة بالكثير متجهزة للمسيرة متجهزة الفخر ما شاء الله ان شاء الله باذن الله اعطني الابل مقيمه عندك ولا شراء ولا حياكم الله ويا الف مرحبا اول ابوك البدايه فوالله يشرفني ما بداكم الى هذا المراح الله يجمع والثانيه ف والله فخر لنا بان تبدون في موقعنا وتشرفونا والشيء هذا في مصلحه الجميع اكيد وانتم قايمين على عمل يرفع من شان البل وهلها الله يجمعنا وياك فاسال الله يوفقكم ويكثر خيركم ويجمل حالكم وياك البل هذه وارثنها ابويه من جدي ما شاء الله تبارك الله ما شاء ابل الحثلي معروفه على مستوى عسير ما شاء الله تبارك الله الله يرحمه ويغفر له امين فيها شراء وفيها شيء باقي مأصلها معنا ما زلنا متمسكين بها ما شاء الله تبارك اي والله والحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى يا ربي لك وعسى الله يحييكم ويا الف مرحبا الله يبقيك كم الملاك الابل عندكم في محاي العسير والله يمكن يتراوحوا من 150 وفوق ما اقدر اكيد ما في اقل يمكن 150 وفوق ما شاء الله اي والله هذا شيء جميل والله لوارك طبعا لها شكل ثاني غير الابل ومواصفاتها جميله مواصفاتها جميله وفيها جمال وفيها جمال اي والله وفيها حليب فيها حليب وفيها هداوه فيها علاج وفيها علاج البل طيب ارتعت في الراك الراك اللي ارتعت في الراك والله هذه تطرد الامراض كلها والله نحمد الله ونشكرهم فيها خير طيب نسال الله ان الله يبارك لنا وله جميع اخواننا المسلمين امين كم اسعار بكم؟ والله الاسعار تراوح من 10 الى 15 الى 20 على حسب المزيونه نعم شين سوم سيم من ابلك؟ والله قد سيمه كم سيمه؟ فيها من سيمه من 15 فيها من سيمه من 20 فيها من سيمه من 10 فيها من سيمه من 5 فيها من سيمه من 8 من 7 بتبيع والله قال لا اله الا الله لا اله الا الله الحق والصدق باب نجاح في الدنيا وفي الاخره صحيح حنا والله العظيم انما قمنا من على الارض اللي هي معنا ما انت بايع والله ما احنا بايعين احنا يجي الحاجه وتروح وحنا ماسكين الله يبارك لكم الله يعافيك يبارك لكم فلا والله ما لنا نيه في البيع طيب وش تبون؟ نبي الشيخ ابن حثلي اي يسمح لنا طال عمرك بالشوط وانت شارك مع دول الخليج ومع اخواننا طال عمرك السعوديين نعم مساواه بها طيب عندكم رعايا واجد والله هذا الموجود ولكن ان شاء الله باذن الله ان الله يطرح فيها بركه اي بس ودي تصف لي وين موقع اللوارك منين من حدها من شمال لجنوب حدها من شمال من القنفذه حتى اليمن وهي وارك كلها اوارك في ذا الوديان في ذا الوديان فيه عوادي
وفي عوارك. أنا أعرف العوادي في الجبال خلها. العوادي في الجبال. ما نعرف في العوارك. نحكي في الأوارك. الأوارك طال عمرك من القنفذة حتى أنت تقول سلام يا الإمام. معناته في رعاية كبيرة. فيه واجدة والله. أكبر واحد يملك رعية كم؟ من القنفذة إلى الإمام. والله إني أخبر واحد في القنفذة إن معه ما شاء الله تبارك الله حول 200. 200 ما شاء الله. إي والله. تبارك الله. وإني أخبر واحد في الصوالحة معه يمكن حوالي 80. طيب بيجي عندكم منافسات لو فتح لكم شوط؟ أكيد. وتحديات. وتحديات وعلوم وكلن يبغى الزين وكلن يبغى يفخر بحلاله. وهي فيها زين الأوارك؟ فيها زين. خراطيم ما شاء الله ورقاب. أي والله رقاب وخراطيم ولون وهداوة وطبع. الله يوفقكم. أبو سلمان طبعا يتلمس حاجة أهل الإبل ومهتم من شرايح المجتمع كله وإن شاء الله يصل صوتكم وإن شاء الله. تسلمون والله. والله هذا الشيء اللي يشرفنا. ما يقصر أبو سلمان. هذا الشيء اللي والله يشرفنا طال عمرك وأنا نبغى الشيء هذا من أول. طيب ومزاين عسير. مزاين عسير أقرب. ودكم تخلها هناك من قريب على. ما عندنا مشكلة. من قرب ما في مشكلة. لو فتحوا لكم شوط بتشاركوا. هذا الساعة المباركة. الله يبارك فيك. اي والله. والله نتمنى لكم كل خير، والله اتمنى لكم يفتح شوط لكم هنا وشوط الجاسر لك عبد العزيز. ان شاء الله باذن الله. شكرا لك الله يطول عمرك. حد بيتكلم الشباب؟ شكرا لك الله يبارك لك. من يقول ان شاء الله؟ لا انت الله.